بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ، بسم الله نستعين. أيها الحفل الكريم، أيها المتابعون في كل مكان، أرحب بكم وبحضراتكم أجمل تحية وأطيب ترحيب من هنا، من على أرضية ميدان الملك عبد العزيز لسباقات الهجن العربية الأصيلة، حيث التقاء الأشقاء، التقاء أبناء الخليج تحت شعار خليجنا واحد في مهرجان المؤسس طيب الله ثراه الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، حيث التقينا في هذه الأسماء، في هذه الشعارات، في هذا اليوم السبت الموافق 16 من شهر مارس لعام 2019، 9 من شهر رجب لعام 1440 للهجرة النبوية الشريفة، على بركة الله وتوفيقه أعلنت انطلاقة هذا الشوط، الشوط التاسع للإبكار الإجذاع من مسافة 6 كيلومترات. هي رحلتنا للنوماس، هي رحلتنا للانتصار. أتقدم لأتعرف على مقدمة الشوط، أتابع من تحتل المركز الأول. هنا بلشة مجاهد بن عتيق بن غميض العتيبي مع المركز الأول، بينما المركز الثاني الانطلاق في هذه اللحظات. والتقدم متابعينا ومشاهدينا الكرام، أوصلت شهد مبارك بن محمد بن نصر العامري يقدم شهد مع المركز الثاني، المركز الثالث. تابع الانطلاق والوصول من تحدي حمد بن رصاص بن سالم العامري مقدما تحدي في أقوى تحدي للإجذاع، المركز الرابع. وتابع القادمة، القادمة في هذه اللحظات الشاهينية، حمد بن مطر بن عبد الله بن مصبح الشامسي يقدم الشاهينية مع رابع المراكز، بينما الدور دور المركز الخامس أوصلت أبعاد محمد بن أحمد بن علي السبوسي مقدما لأبعاد مع المركز الخامس. يأتي دور المركز السادس في هذه اللحظات، هي الأسماء القادمة في هذه اللحظات. وصلت متابعينا ومشاهدينا الكرام شعارات لها إنجازات ولها بطولات في شتى ميادين الخليج. وصلت في هذه اللحظات الظبي سعيد بن سالم بن ناصر العامري مقدما الظبي مع المركز السادس، المركز السابع. وتابع في هذه اللحظات أوصلت وتقدمت متعبة محمد بن عامر بن خميس العمري بقيادة المضمر حافظ بن عيد الزمهر الحويطي مقدما لمتعبة، المركز الثامن. وصلت في هذه اللحظات وتقدمت أيضا بلشة أحمد بن ترحيب بن عبيد الشريف، ليأتي دور المركز التاسع ليتابع في هذه اللحظات شعار مظفر بن خموشة العامري العملاق العيناوي قادم، المركز العاشر. أتابع
تابع تابع سلالة محمد بن راشد بن غدير الاكتبي. هكذا النداء الأول للعشرة المراكز الأولى. أعود إلى مقدمة الشوط حيث التحدي حيث الصراع في رياضة لا تقبل القسمة على اثنين. هنالك فائز وحيد يبحث عن النوماس في أغلى المهرجانات وأكبرها تحدي تحدي والتحدي يا بافرسان ولا في حبة خشم ولا محنية. الله يا سلام. هنا الالتقاء بين الأشقاء في منافسات شريفة أخوية في مملكة العطاء في مملكة المحبة. أعود إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول لأتابع متابعين الكرام تحدي وحمد بالرصاص بن سالم العامري ابن الامارات. ينطلقون مع التحدي الاول ينطلقون مع المسار الاول بينما المركز الثاني الوصول في هذه اللحظات والانطلاق من الشاهنية حمد بن مطر بن عبد الله الشامسي الشامسي. المركز الثالث تابع طاعة من تتقدم مع المركز الثالث الدكتور راشد بن حمد الزفنة يقدم لنا طاعة مع المركز الثالث. المركز الرابع وتابع وصلت شهد مبارك بن محمد بن نصر العامري. من يبحث عن الانتصار من يبحث عن الفوز. المركز الخامس وتابع في هذه اللحظات الانطلاق والوصول متابعينا ومشاهدينا الكرام. وصلت في هذه اللحظات وتقدمت متابعينا ومشاهدينا الكرام في هذه اللحظات. الله وصلت غلا 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 موسى بن عبد العزيز بن عبد الله الموسى مع المركز الخامس. وايضا تدخلت في هذه اللحظة الضبي سعيد بن سالم بن ناصر العامري وكذلك شعار القادم في هذه اللحظة مثيرة اسهال الدودة بن سالم العامري وايضا شعار بن خموشة قادم في هذه اللحظات مع الخوارة مظفر بن محمد بن خموشة العامري. اعود الى متر الأخير الكيلو الخطير وما زال الصراع داير ما بين الأسماء الكبيرة ما بين تحدي حمد بن رصاص العامري وأيضا بين وصلت في هذه اللحظات الشاهنية حمد بن مطر بن عبد الله الشامسي. بدأت المعركة العصيف الابطان مع 800 متر الاخيرة. يا باي يا تحدي ولكن الشاهنية غيرت حمد بن مطر بن عبد الله الشامسي راح مع السلام راح مع الفوز راح مع الانتصار. يا باي يا بابا 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 راح العامري راح العامري ابراهيم بن سلم الغفالي روح بالسلام روح بالانتصار مع الشاهنية الى بوابة 11 الى بوابة 11 راح هذا الفوز. ولكن تحدي قادمة الامتار الاخيرة ولكن الشاهنية والعصا مغروزة في الابطان العصا مغروزة ما حركوها فازت وكان الفوز من دون تكليف حتى العصا نامت بحظنا الابطاني. سلامي يا مالك الشاهنية. المركز الثاني اوصل التحدي حمد بن رصاص بن سالم العامري. المركز الثالث اوصلت الظبي سعيد بن سالم بن ناصر العامري. ورابعا
أوصلت مع المركز الرابع قيادة محمد بن عبد الله بن محمد الربيعان. إذن متابعين الكرام المركز الخامس أوصلت طاعة الدكتور حمد بن راشد راشد بن حمد بالزفنة العفاري. إذا متابعينا ومشاهدينا الكرام انقضت مجريات وتحدي هذا الشوط بصراع ما بين تحدي ما بين الشاهينية حيث قطعت مسافة الستة كيلو مترات تحدي المملوكة الشاهينية. متابعينا الكرام سعيد بن حمد بن الشاهينية حمد بن مطر بن عبد الله بن مصبح الشامسي 9:28 وفاء وتماما. هكذا كان التوقيت ومشكور يا ابراهيم يا بن سالم يا الغفيلي. متابعينا الكرام المركز الثاني اوصلت تحدي حمد بن رصاص بن سالم العامري وتوقيت الزمن 9:29 خمسة اجزاء من الثانية. هكذا كان توقيت تحدي المملوكة. متابعينا الكرام لحمد بن رصاص بن سالم العامري المركز الثالث وصلت الضبي 9:36 جزئين من الثانية الضبي المملوكة لسعيد بن سالم بن ناصر العامري. إذن تهانينا والنوماس لجميع الفائزين.